تنطلق من أهداف التنمية المستدامة. الآن عندما نتكلم عن الابتكار نتكلم عن قضية جوهرية جدا مؤثرة جدا في مستقبل الاستثمار، لأنه الاستثمار والإنسان وبالتالي الابتكار من الإنسان، وبالتالي لابد العناية بالإنسان حتى يخلق الابتكار وبالتالي تكون إيجاد حلول ناجحة وجيدة لمسألة التنمية. وضبط هذه الأمور وضبط هذه الابتكارات أيضا بضوابط أخلاقية تعود على الإنسان، وبالتالي متوقعين من هذا الحدث الحقيقة، متوقعين هذا الحدث خصوصا أنه يكون في المملكة، أننا نسمع مبادرات جدا رائعة لها أثرها على مستوى التنمية، ليس على مستوى المحلي في بلادنا ولكن على مستوى ربما يكون الشرق الأوسط وربما أوسع من ذلك، ربما يكون العالم، ولها تأثير بإذن الله فيما في هذا المسار بإذن الله تعالى انطلاقا من الأجندة العالمية في هذا الاتجاه. جيد دكتور، خلينا نروح لمفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية، كيف يمكن أن تسعى هذه الحوكمة لبناء مستقبل الاستثمار أيضا؟ شكرا لك. الحوكمة الحقيقة هو يسمون الـ ESG، هذه مصطلح عالمي، هي عبارة عن ضوابط عالمية للاستثمار، ضوابط عالمية للتمويل المستدام، ضوابط عالمية للمشاريع المستدامة، وبالتالي المنظمات والمؤسسات والدول كلها تعمل من خلال هذه الضوابط في تنفيذ مشاريعها سواء المحلية أو كذلك الدولية، وبالتالي يعني اتفق العالم على هذه المعايير لأنها لها تأثير، لها تأثير سواء السلبي أو الإيجابي، وبالتالي عندما نضبط معايير الاستثمار بهذه المعايير الـ ESG اللي هو الحوكمة البيئية والحوكمة يعني الاجتماعية، وبالتالي يكون لها تأثير على العدالة وتأثير على الاقتصاد وتأثير على، وكذلك تحقق جزء أو ربما كل أهداف التنمية المستدامة التي يطلق عليها SDG. طبعا تعتمد فيها هذه المعايير، هي عالمية تتضمن العدالة والنزاهة والتأثير الإيجابي وتقليل الأثر السلبي على الإنسان والبيئة، وبالتالي هذه ضوابط الاستثمار الحالي والمستقبلي لإعادة التوازن إلى الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وكذلك الجانب البيئي فيما يتعلق في هذه المعايير الدولية. نعم، بنروح الجانب معنوي شوي، نرجع للمؤتمر بشكل مباشر، طبعا مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار هو الحدث الأهم استثماريا على مستوى العالم والفكرة الريادية السعودية اللي نعتز بها ونفتخر بها. دكتور، لما نشوف الحالة في هذا المؤتمر حالة تفاعلية، ما هي حالة رسمية أبدا، بالعكس قاعدين نشوف تشاركية كبيرة، مساحة كبيرة للإنسان بمختلف طبعا جنسياته يحضر ويعرض أفكاره وأيضا إبداعاته. كيف تقرأ هذا المشهد؟ أتحدث عن التفاعلية الودية، الحماس أيضا الموجود، لا نشاهد طبعا المؤتمر بشكله الكلاسيكي أو التقليدي، لا قاعدين نشوف أفكار غير تقليدية أيضا. الحقيقة يعني هذا إبداع في يعني من المنظمين، إبداع من القيادة، إبداع من القائمين على هذا الأمر، وبالتالي يعني عموما لما نتكلم عن التنمية المستدامة بكل معانيها وبكل معاييرها يعني التكامل والتعاون، وبالتالي أيضا الكرامة الإنسانية والتعاون والتآزر، وبالتالي لما نجد من هذه الأمور أن والله نتشارك نحن جزء من هذا العالم، نشارك العالم ونتشارك معهم بأفكارنا، وبالتالي نخرج بإذن الله تعالى بمبادرات بأفكار بتوجهات تخدم مستقبل التنمية في الكوكب، ما نقول يعني في المملكة ولكن في الكوكب، وبالتالي هذا حدث عالمي.